مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من رمضانيات. اليوم نتكلم عن احد الحلويات اللي مشهوره في بلاد الشام بشكل عام ومصر، ولكن اكثر شيء تؤكل في شهر رمضان. يعني صراحه كلمه اكثر شيء تؤكل يمكن تؤخذ علي، تؤكل في كل مكان وفي كل وقت وفي كل زمان، وصباح وظهر وغدا وعشاء، حتى انه يعني اللبنانيين بياخذوها افطار، يعني افطار بيفطروا عليها، بيحطوها بخبزه وبيفطروها، اللي هي الكنافه او الكنافه او حسب اللفظ. طبعا من وين جاءت هاي؟ طبعا ارتبطت ارتباط شامل بشهر رمضان، حنحكي ليش. ومعظم الناس بياكلوها برمضان لانه تعتبر من الحلويات اللذيذه والطعمها جيد. اللي ما بيعرف الكنافه، اللي هي جبن او قشطه، شيء ابيض، حنحكي عنه لاحقا. بعدين بنحط عليه نوع من انواع الكاربز، ممكن يكون معكرونه، ممكن يكون خبز مكسر مطحون، فبتعتبر في كنافه ناعمه وكنافه خشنه، هون الفرق فيها. ويوضع عليها طبعا ملونات عشان تعطيها لون الاصفر هذا، وفي النهايه يوضع عليها السكر السيرب او السائل اللي هو القطر بسموه في بعض البلاد. طبعا موضوع الكنافة شيء هيك، والمكسرات فوقيها، يا الله كل عام وانتم بخير يا جماعة. طبعا تعد من أهم المأكولات والحلويات الشرقية، وخاصة ابتداء بشهر رمضان المصريين البلاد الشام، أهل النجد وأهل مكة بأكلوها بشكل كبير، وهي يعني من أهم الحلويات اللي تستخدم خلال رمضان بعد القطايف. تاريخ نشأتها طبعا في ناس كتير وفي قصص كثيرة، قد يعود لآلاف السنين، يعني نحكي 1000-1500 سنة من الآن. يقال طبعا في روايات كثيرة، ولكن من أحد هذه الروايات أنه صانع الحلويات في الشام هم من اخترعوها وابتكروها لمعاوية بن أبي سفيان أول الخلفاء الأمويين، لأنه كان يجوع في النهار فابتكرها الطباخين له، وسميت حتى بكنافة معاوية، يعني هذا الاسم قد يكون من هذا الجاء. ويقال أنها أيضا خصصت لسليمان بن عبد الملك الأموي، اللي أيضا كان يحب الحلويات فعملت له لأكلها. يقال أنها أيضا ترجع للمماليك اللي حكموا مصر، فالمصريين بيحكوا أنه هي أصلا بدايتها من مصر. وقيل أن بالعصر الفاطمي برضو اشتهرت هذه وعرفوا بها المصريين قبل أهل بلاد الشام. هون الاختلاف طبعا، سواء المصريين عن بلاد أهل الشام، هم اللي بدأوها، كنا حبايب وأهل وإن شاء الله من وين بدأت، المهم نكلها. طبعا يقال انه البدايه في مصر بدات عندما دخل المعز لدين الله الفاطمي القاهره اللي يعتبرها العاصمه، وعندما دخل طبعا استقبلوا الناس، وكانت بدايه رمضان كما قيل. يقال انه بالفوانيس، وحكينا انه الفوانيس بدات من هذاك الوقت، ويقال انه تم تقديم الكثير من الاكل والحلويات ومنها حلويات الكنافه. يعتبر هذا البداية، لما أكلها عجبته، وقيل أنها يعني استصاغ طعمها وأمر بصناعتها لجميع أبناء البلد. طبعا الاختلاف في الكنافة يختلف من مكان إلى آخر. بعض الدول تحشي الكنافة بالقشطة، كان هذا الشيء الأبيض تحشيها بالقشطة، وهذا خاصة أهل سوريا، شمال سوريا، ويمكن لبنان. أهل فلسطين والأردن بيحشوها بالجبن، وأهل برضو مكة معروفين بالكنافة بحشوها بالجبن. أهل مصر يختلف بين الجبن والقشطة، ولكن بدأت الآن عندهم اختراعات. أنا سمعت عندهم كنافة بالمانجا، طبعا المانجا مشهورة في مصر، وهذه يعني من الشغلات الجديدة التي بدأوا بها المصريين. لم أذقها صراحة ولم أعرف طعمها، ولكن يقال عنها أنها لذيذة جدا. لن نستطيع أن نتكلم عن كنافة ولا نتكلم عن مدينة نابلس التي تعتبر أشهر مدينة في العالم بالكنافة، حتى أن الكنافة صارت تسمى الكنافة النابلسية لاشتهار أهل هاي المدينة. طبعا عندهم صناعة الجبن بشكل كبير في أهل نابلس، حتى تسمى الجبنة النابلسية يعني هذه. وأهل نابلس يقال بيقولوا أنهم هم أصل الكنافة، وبغض النظر عن الأصل، ولكن كنافة أهل نابلس، أنا ذهبت إلى نابلس وأكلت عند الأقصى، وأهل نابلس يمكن بيعرفوا كنافة الأقصى، يعني
بتأكل 10 كيلو وانت بتحكي لسه انا جوعان بدي اكل زيادة، قد ما هي طعمها لذيذ ومشهي. اللي بدي احكيه فقط في النهاية انه انتبهوا يا جماعة من موضوع الكنافة، الكنافة فيها حلو كتير خاصة القطر، فحاولوا تخففوا من القطر. يعني انا بديش اخرب طبخة الكنافة واقولكم انه غيروا القطر، لا، اذا بتقدروا تسووا القطر بمحليات غير السكر، مثال ال البودست مانك، هذا شو بسموه المانك شوغر، ممكن تستخدموا الستيفيا، ممكن تستخدموا محليات اخرى، هاي بتسد شوي فبتخفف من الكالوريز اللي موجوده في الكنافه، لانه المشكله في الكنافه اللي هي الكالوريز، نعرف قد ايه فيها كالوريز، حكي لكم ارقام لانه راح تصدمكم. فكلوا كنافه ولكن كونوا مودريت في رمضان وفي غير رمضان، وبس اذا بتروحوا على نابلس صعب 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 تكونوا مدرب. يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير، رمضان كريم، سلام للجميع.